قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وما تنسوش ديروا جيم. ربي يا نسيب ذكر ما فيك ترم صلات عن بيبي اشترتاحي يا أخوي فيك ربي شوفي يا بيتي متخلعي مش عليك طبعا بيتي مش حنا قدروا لك ربا حتى ولو فيه مش ولو فيه صف ربي يا أخوي رفك راسك يا أخوي سينا رفك عبدك مفلقين بطك كذا وليتي شو قلتي؟ تقول لك عيد؟ عيد؟ ايش هذا ترك تقول؟ عيد باقي حي وباقيك توصليها لمراته وما غيركم بجوج شو تسمعيني؟ تا واحد ما توصلوا هذا الخبر بصح وليتي عيد شوفي كاين نقول هذه الهضره ما تخرجش راه فيها الموت والموت تلبس هذه المره ما عندنا ما نديرو بالمحل وليتي ما احنا على فهم بنيتي زينب وتبنيتي بركي مع الحزية تحت تكرطة يقول لي بدا تتخلطي بوحد روح رقية اسمعيني مزيان اش غنقولك وهذا الكلام يبقى في بير هي بنيتي راه ما ماتش ايه حي ونوضع شتي حق الله راجلك ابنيتي اللي باغيك تشد عليه حق الله مالك قال لي زين بنيتي خرجي خرجي بنيتي خرجي فرغي بنيتي فرغي زيدي زيدي خرجي بنيتي خرجي 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 عاشور فاش عيني عيني فوال واسع عبد الهاد عدي الدليل غادي بيه العبدوس نوريه باللي عباس هو اللي رسل مقتل عياد وفين هو الدليل فينو سا عبد الهادي لما سمعتينيش نعاود لك قلت لك غادي لعد عبدوس نعطيه الدليل يبين ليه باللي عباس هو اللي رسل مقتل عياد وانت عرفناك علاش غادي لعد سي عبدوس وهادو مالو هاد الفوضى علاش سي عبد الهادي بسع من طريقنا والله يهديك لما بسع من طريقنا خلينا نمشيو عياد شيخنا ربي وقدمنا عياد شيخنا ربي وقدمنا عياد شيخنا هذه من عند الرقاص من عند رودريق ندو لي تياس لي عبدوس كرمهم الكرام اللي ما بعده كرم أيد علينا كامل هنا عشر عزنا وعزك واحد وباش تعرف اني مزيانة لقيتني هادي رجلي عندك باش نمشيو بجوج نحطو يدينا على مولاد الفعلة ونديرو عليه الحد بلا ما تشقي راسك سي عبدوس اللي قتل عياد عرفناه لا بلاتي هذا عزيف خويا عياد ما تعزيني ما نعزيك عندي لك طلب واحد الا كان بالامكان عباس ما يفلتش من هادي هادي تابتة عليه ما يفلتش منها مخاف يفلت منها كيفلت من غيرها ما عندك مناش تخاف ولكن ما ترداش في وجهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله 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 انت عبد الرحمن هذا في البيت يا فتي خلك الارياس الله يعيد يا اخوي الله 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 ماي جاني جوي لبنو ما كنت ارجع لك سيروا من انت الطبيقة وكلية الشبع سير سعدي 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 سبحان الله لكن غير فاطمة ما تواتي غير عبد الرحمن يا نعم اخوتي اش اخوتي وكم تركوا هاد الهضرة ها كيفاش فاطمة متواتي عبد الرحمن وعبد الرحمن متواتي فاطمة نصبلك اخوتي نحفك شتي اخوتي ما تحرق على راجلي كما نكون يوم نشوفي اخوتي هادشي زعما كاع صحيت القلب فيك كي ندير اخوتي خاصني نتلقى الله في هاد المخلوق اللي في كرشي ولا لا تقيمنا تقيمنا الله يرحم قراركم نعمش الله يرحم دعوة ديال الخير عبد الرحمن الله يجزيك فاتحة طلبة السي عبد الرحمن اللهم علمه كتابك وفقه فيه آمين اللهم أسكن في قلبه محبتك اللهم اجعل كل عملي في مرضاتك آمين اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين آمين بفضلك يا ذا الفضل العظيم آمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين آمين وسيد المرسلين آمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. سي عاشور نقول لك شي كلام وديرهاش من عقل سوا تفضل السي رفقي مش مبل لي لا تجار لا فقراء لا بهاليل زعما المرحوم الله يرحمه ويغطس عذابه بالجنان ما كانش شويه سي عمار رفقي المرحوم قبل ما يسافر وصاني قال لي الا بقى بيا شي واقع ديروا شي صدقه على قد الحال الله يتقبل العمل ربي يرحمك لقيتيها هذه الرساله اللي جاب الرقاص المهم دير بالك مع الحمامه اللي غادي تمشي لرودريك الحمامه وصلته وراني وصيت على الرجال ديالنا اش باقي بيه الدار دابا خاصك تشوف مع عباس والقاضي ولي لك علاش على هذه وباش نصبك بالقاضي ولا بعباس انا لسعفتيني خاصك ترسل القاضي يجي دابا واه مسفت لي في هذه الليله هذا مالهم يجي بغى السيد الولي خصو يحضر مهم دير اللي عجبك وملي يكون عاودي موجود علمني علاش عبد الهادي باغي يحيد عباس من طريقه راه عبدوس اللي باغي يحيدو من طريقه اما سولتكش على عبدوس يا ودي عبد الهادي راه بلا الامر ديال عبدوس راه ما يقد يدير حتى حاجه من هادشي يا على حساب عبدوس ولا رسل عبد الهادي باش يقتلك ياه وهادشي زعما عندك فيه الشك وصدقتيه وانا في الحقيقه الباروده ما خلات ليه ما نقول كيفاش غادي نقتلو وانا في الحبس واش عندك شي عقل ولا ما عندكش انا في الحقيقه ما عندي عقل ملي جيت نفكك من هاد الوحله تفكني قول جيت تفك راسك واش عرفتي لمشى تفات سلطان فاس ورجال سوس وصلوا الاخبار ديال الرسائل اللي كترسل لبيدرو في غادي تولي ورجال العياله مشاو تعرفوها راك غتبات ما تصبح وباش عرفت انا هاد الرسائل عندك كلها سمع السي عبدوس انا عندي رجال في دار بيدرو وتا حاجه ما كتخبى عليا ولا بغيت تيقن غدا غتوصلك اول رساله رسلتي لبيدرو غدا وكي غادي دير هذاك شغل يا عبدوس المهم شنو نعمل باش نفكو هاد التخبيله هاد التخبيله انت اللي خبلتيها فكيتيها لصالحك ما فكيتهاش ذنبك على راسك عباس علاش ما نديروش اليد في اليد ما حد انا هنا ما غندير معاك لا يد ولا رجل علاش بغيت تكرهني فيك علاش ما كتكرهنيش
مستي فيه. انا غادي نحكيك شكون اللي كان ورا داكشي اللي وقع لي من ريت عياد والباروطه. لا بلاش، انت كتعرفو احسن مني. قول لي بغيتي غير باش تعرف النيه مزيانه. انا جيت باش نطلعك من هاد الحفره وغادي نوصيهم يتهلاو فيك. انا ماشي دري غتلاهيني بتمره عباس. غادي يجي النهار اللي غادي تعرف بلا قلبي على قلبك. قلبي على قلبك هي اللي خرجتيني من هنا. ياك خرجك من هنا بس سحب عياد يديروا فيك داكشي اللي بغاو. هادي ما فكرتيش. خرج عليا من هنا. وهاد المره ما جيت تكون قادر تخرجني. وعطيك 3 ايام شو كدير تلم فضيحتك. موسى اش نعم سيدي علي. الله يرضى عليك. هاد المكتوب بغيتو هاد الليله يبات في يد عبد الهادي. هاد الليله هاد الليله وهي ماشي انت هو موسى اللي كنعرف. انا اللي حشمنا سيدي عياد. شوف وملي تكون غادي صيفط لي عبد الخالق. ما سولتنيش على مال الدار. ياك لاباس رقيه. لا لا كلهم لاباس عليهم. ما تخافش صافي خلعتيني انا سير. واخا سيد القاضي جان عمس. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لي يا سيد القاضي. نعم سيدي. الصباح صيفط لك عبد الهادي على ود عباس. سمعتي شي كلام؟ سمعوا لي كيف سمعتيه ليه وبالدارجه. نعم سيدي القاضي عباس ما بقاتش في نطاق السريه. تكلم معايا اخوك الامين. نعم سيدي الناس كلهم شاهدين في قضيه الهري. اما قضيه عياد ما عندي ما نعمل فيها. ايوا وباش انت قاضي اللي ما عندك ما تعمل فيها؟ يا سيدي باش عمرك احتاجيتيني وتخليت عليك؟ لا حيت لا تخليتي عليا حتى انا غادي نتخلى عليك. وانت عارف الا تخليت عليك اش غادي يوقع لك. تقول السيدي عبدوس كيهددني ولكن وهذاك كير على واحد الذكرى تنفع. نفع نعمس. شوف شي حارس يوصل القاضي حتى لدارو ودخل عبد الهادي. حاضر نعمس. قول لي. نعم سيدي. شحال من اساس عندك على الحبس؟ عندي 8 في الصباح و 8 بالليل. سمع غادي تبدلهم وتسوسهم واحد واحد حتى تعرف شكون فيهم صاحب الحبس. حاضر نعم سيدي. الله يهنيك. صلحي هذاك الضو بغيتي للناس. خويا كون بالي علاش نصلحو كون صلحت ونعست. زينب كيفاش عينك هاد الليلة؟ انا راسي مسودن عليا مسودن ومغادي نرقد حتى نعرف شنو واقع. انت اش واقع؟ عقول لي اش واقع؟ واش واقع تنقصني؟ والله الا ما عرفت شكون اللي باغي يفقس الاخر. ياك واخا هو خويا بغيت نتسرى انا وياك. هذاك عاود ليا واش المراه ميت ليها الراجل بحال اللي ما ميتش ودري دري ودري سول دوك يا وليدي وليدي كيدير باك تامات. قال لي لا كنت راقد ما شت والو. واش الراجل مات بالبارود والدري ما فاقش؟ العجينة هذه العجينة ما عجبانيش ما متلوكاش. الشلالة هاد العجينة هادي تكون ما متلوكاش ما معشولهاش مزيان تخرج كاع في الطيارة في الطياب. انا ما هوش شغلي فيها. ايه مشغول مال اخو شغلك انت. بيتي 7 ايام تحت النجوم
وديري النية حاجتك القضية نوضي عليا أحباب الله الجالسين على باب الله داق الحال داق الحال مولا نوبا زيدت قلبك بلا جناح باغي يطير كي دير مسكين كي دير هذيك اللي شاغله بالك يديها محنيها غيرك وكتبها ما مذكوره في سميتك لا بالمخفي ولا بالبيان بسم الله دير النية حاجتك مقضية أم ولا نوبة حاجتك مقضية دير النية أم ولا نوبة طلع لي زيدي تالا لا غالية غالية اش فكرك فيا عبد الخال كتعرفي بوحمامة وشكون ما يعرفك هاد الليلة الغيبات عندك مالي ما صبت جريا غادا تصيبها ملي بات عندك ايه ها هو بات عندي هاد الفجر لقاه طير غادي نطيرو للسما السابعة ارا غير الفلوس ما طلبتي غير الموجود قلي ونضي بعدا والهربون ها هو ياك بوحمامة مول الكتف هو هذاك مع الفجر لقاه عندك وغادي نعاود لك كل شيء واخا سيدي بوحمامة بوحمامة حبيب الكل قريب باغاك في داري هي الاولى وباغاك في الليل حتى الليل زين وفين من بعد العشاء جي عند الرحى ديال اسماعيل وصيح عند الرحى اسماعيل نولي عتروس قروني فوق راسي وكراوعي فوق الروس وعندك تنسى ما نساش الله يهني فيق لي سيد الوالي ما يمكنش لي فيقو وما عمرني ما فيقتو قلت لك فيق لي سيد الوالي عرفتي اش غدير غادي تمشي حتى للظهر وترجع الا عندك شي سهر غتلقى فيق واش انت ما عارفش العاده ديالو لا فيق لي سيد الوالي قلت لك قلت لك ما يمكنش لي فيق ليك الوالي ديك لاباس شنو كاين يا عم سيدي العافيه غتشعل فينا ولا فما مخلينيش نشوفك عيط فين عم سيدي باش ما نفيقكش وما نمشي حتى دار داكشي اللي فراسك اش من عافيه عاود هادي عم سيدي لقيتها في القرب ديال العود ديالي ومن بعد كراها وتعرف اش كاين قول لي شنو فيها ولا ضرق عليا وجهك سام شكون انت سام العبد اللي كلفتو باش يقتل عيالها وفيقني على قبل العبد طلب مني فلوس كثيره العام سيدي ولا غادي يفتحني وشكون يصدق عبد غادي يصدقوه عتقوه بلا هادي بلا ديك او اللي باش معزم انايا برجان عام لا باينه المهم سير جيب لها شنو بغا فين درتي معاه درت معاه في جيب سيدي بوزيد بالليل ايوا سير اش كتسنى خاصني فلوس نعمس ها هو جاي يخلط عليك نافع ويجيب لك شنو خاصك وينك زير واخا نعمس قول لي بدلتي العزه بالحبس بدلتو يلا زير واخا فلوس نعمس اش من فلوس شوف اللي فدي تخينا وانت مو بيزان اشنو كندرك على جاية ما علاش فيها وانت عيطت لك انا وانا جيت ولاش ما كنتيش تجي كاع ما جيتي سامي ولا هاي 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 كي قال لك راسك كي قال لك راسك سيري هاجي تلات تاكل كرموس نجرك كل قلعانيك تلات كاين دريا صغيرة كردع سمعولة وشكون اللي قال لك انا دريا صغيرة كردع لا حاشا حاشا انا اللي دايري صغير كردع سمعولة تي مرامو مرامو ستي اشوف ولد الناس نقول لك جوج كلمات سمعتيني إذا ما بقاش عاجبك حالي رانا نرجع لخيمة بويا راه الرحا كدور فيها بالليل وبالنهار مانيش مقتها بشجرة ولا جاي من عندك الجوع وتتشاور مع راسك مزيان هذيك الساعة اجي اللي بغيتي ندير معاك الشيطان زينب حشومة هاد الهضرة أنا ما كتقالش تبغي تعقل أنا خليني نشعقل هاد الراجل واش أخذ دادا دادا خليني نشعقل هاد الراجل راه جهلني ما كاين بس بنيتي غير الخوت اللي كيتغيرو ولد ولد والله والله هاد المرة ما قلت لها شي كلمة ديال العين
راه ما كاين لا غيار لا والو، انا حيت غادي عند القاضي قلت زعما نمشي، راك عارف المزليز تاع القاضي وداك، ولكن انا عارف هاد المراه اش كيدور لها في راس. لا 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 انا غادي عند القاضي. ها عيطت لها قلت زعما غادي تعاوني نلبس حويجاتي ومشيت انا كعباد الله قدام الناس. قالت نهار ونص عاد جات، ملي قلت لها هاد الشيء شعلت فيا. شعلت فيك انا عاد يا ولا واش ما شعلت فيك؟ انا شعلت فيك عاد انا صار القاضي رفض قاضي الهي نقصتي انا ليا انا دخلنا عليك بفضلك الله انا ما عرفتش انا نلبس عليك اخرى نلبسك واصل زيزك ونكحلك عوينات واصل انت عند القاضي واصل انا نسب القاضي شفتي صافي انت لو بقيت حنا نعدو. مرحبا مرحبا بالسي عاشور، دخل. وانا في دخول هاد الساعه سيد القاضي. ياك ياك لاباس بغيت كنعم سيدي تمشي معايا لجهه سيدي بوزيد. سيدي بوزيد وهذا طلب غريب. الا مشيتي معايا نعم سيدي غادي تشوف ما هو اغرب. وشنو وجه الغرابه في هادشي اللي كطلب مني؟ كتيقولوا نعم سيدي اللي شافته العين ماشي بحال اللي سمعته الودن. الله يرضي عليك، خلينا من الالغاز ومن الاحاجي ووضح لي الله يرضي عليك مقصودك. بغيت كنعم سيدي في واحد الشهاده ثقيله. شهاده ثقيله؟ وهذا شغل العدول هم المكلفون بذلك. لا نعم سيدي لا، ما كاينش اللي غادي يقدر على هذه الشهاده من غيركم نعمس. ولا كان عياد عزيز عليك ما تخسرش ليا وباجرك عند الله. لوين انت بغيتي نمشيو؟ دابا نعم سيدي العود راه موجود. يوا رمي عليا السلهابيك ونمشيو. الحمد لله رب العالمين. عبد الرحمن تعال ولدي نسولك تعال. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هو عياد الله يرحمه ويوسع عليه كي طرا ليه تمات؟ أنا كنت ناعس. وملي فقتي ما سمعتي والو؟ فيقنا عمي عثمان وما سمعش والو. كل صبح صلح من الباب. اي وليدي كلها تصبيحتو. انا نعمش شايف على ثلاثة. كتشوف دادا وكيحل لك الكلام. دادا عزيز عليك. سير سير بلاص ما تحشمش. اي 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 مزيان تبارك الله. بدلتي العثرة باش تحبس عليا الطريق. كاين شي طريق اللي تحبس عليك انت يا كل الطرق سلكة عندك. ولكن ما جيتش الا اش بغيتيني. خذ هذه الرساله. هذه وحده من خمسه اللي صيفطتها لبيدرو والربعه الاخرين انت اللي غتحدد لمن غيوصلوا. شوف انا كنضغط على القاضي باش يسلكك من هذه القضيه باقل ضرر، ولكن بيني وبينك خصك تخويطيط. نخويطيط؟ ايه بين ما تهدنا الوقت. شوف غيرها. فكر في هذا الحل بين ما لقينا شي حل اخر. اش دار لك؟ وعليه ولكن قمي روح اللي خصني نكون برا. نشوف بال بال عليك لامان. لاش بغيتيني البال؟ كيفاش اش بغيت؟ انا ما بغيتيش تاخذ ذهبك. الفلوس اللي جبتي ما كافيينش. ما كافيينش؟ ما تكونش طماع بلا قياس. على عياد يلاه يسوى 350 ريال ديال الذهب. عياد ما يسواش فلس. وملي هو ما يسوى والو علاش رسلتيني نقتلو؟ خاصو يموت وباغي يدير راسو من راسنا، باغي حتى هو يحكم. جابها في راسو. تزيد خطوه دلبك على راسك.
بابا. شنو المعمول انا؟ هربوكي قال؟ شكون اللي ضمن لي ما يبقاش يهددني بالرسائل اللي باقين عنده؟ سهلة، طمعي واللي حاكم على طيط ما غاديش يثق. نبنيوها ليه تيسرطها على خاطره. نعم سيدي، نعم سيدي، هو شتو فتوى تخرج صاحب الشرطة مما هو فيه. قول نسمع وبالدارجة. أولا نعم سيدي، ما كاين حتى حجة بلي الباروده كانت. ثانيا الرجل في الحبس. ثالثا ما كاينش الشهود. رابعا فينا هو الراجل اللي استعمل الباروده. خامسا هادشي اللي قلتي فيه الكفايه، ولكن راه ما يمكن لكش تلقوا من المره الاولى. درج المسائل. عجبا هاد البارح نعم انت كتقول لي واخا وقضيت لها لقيتي لها شي فتوى. خص عياد يسامح. اياد كنقصد عاشور. عاشور عاشور نعمس. وتبت معنا سيد القاضي. هانا بوحمامة. اوينات بوحمامة. ليلى زينة هادي. والله يزين ايامك ويحل كلامك. واش حال هادي يا بو حمامة وانا حاطة عليك العين. تانا والله شاهد غير كنشوفك كيتحشوا ليا الركابين. بغيتك يا بو حمامة تهز ليا الخط وتشوف ليا السعد. تالصباح ويلي على تالصباح ودابا مالو؟ ما مساليش؟ لا الملوك اللي ما مساليش تهم مقصرين. عارفة عند الهادي باللي هادشي اللي كدير فيه راه مشي وعدك. شوف راهي اللي تعاونتي معانا حتى شي حاجة ما غادي تضرك. قول لي واش الولي داخل في هادشي ولا لا؟ هادشي اللي كدير معايا عياد راك غتندم عليه. واش عرفتي داك اللي شد موسى اش كان ناوي؟ ينوي اللي عجبو وراه مصيبتو نافع باش يقتلك. خليني عليك عياد، خليني عليك. عبد هذيك ما انت مرة سخاصة واش غني نقول نعاودو ولا؟ بو حمامة، بو حمامة يا ويلي نعسي. يلا حلات القعدة وانت نعسي. بو حمامة فيك بو حمامة. إلا قوتي ما تلوم على راسك، فهمتيني ولا؟ قول قول شنو بغيت تقول. شايبة شايبة؟ موجودة ولا إني اللي بغى الماء خاصو يشريه. فهمتيني؟ أنا مجاوك سوق في خلطك. فات المزوده شنو فيها؟ والو كيفاش والو؟ وحمامة؟ جيني واقف بوجهك ما نشوفك فيك ولا راك غتشوفني عندي الويل اللي عمرك ما شتي. بنيتي حلمت البارح واحد الحلم. خير وسلامة بنيتي. أنا نعسة وصدر ربي ما نعس. كنشوف بين يدي جوهرة ضاوية ألوانها مشعشعة. أنا فرحانة بها قد حقي في الدنيا. واحد الساعة الضغرة كحل تحت الظلمة هجم علي
بغى ياخذ مني هذيك الجوهره. انا بديت كنضرب معاه كنضرب معاه. انا نفيق الكدادة. هاد الحلم خايبه ياك؟ لا بنيتي لا، زينه ومازنه. حلم الزين عمرو ما كيكون خايبه بنيتي. شاتك الزهره هي وليدي حياه، وهذاك اخرى هو عدو الله اللي كان باغي ليه الشر. والله يعطيه شي ضر، ولكن الحمد لله بنيتي نيتو خرجت فيه وربي كسرو. الحمد لله الحمد لله دابا الحمد لله الحمد لله. شتي بنيتي غتصوري مولاي عبد الله وتخرجي شي صدقه ان شاء الله. واخا دابا ملي جايه تفكريني يكون خير بنيتي يكون خير. نمشي نقضي واحد الخارط ونعقب لبنتي. ارتاحي بنيتي ارتاحي. حليمة حليمة. نعم دادا. انتي وجهي طايرة للجامع ودابا انتي في عرض احمال. الله يسمعنا خير. ما كاين ناس بنيتي غبغيتها تجيب ليا عبد الرحمن نعومه. دادا نمشي معاها. ما فاتش مع دادا طيري قبلي. انظر صاحبي ما دوا ما تكلم حتى عبد الهادي بحاله دويت حتى عييت وفي الاخر مسح السما بليكا. حتى وترجع عندهم وتحاولوا معاهم. ما مخليناش نديرو فيهم شرع يدينا سيدي عياد. كيفاش بغيتينا نديرو باش نعرفو منهم شي حاجة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف نبحو بلا ما تعبوا واتقوا الله في خلق الله. شنو هادشي هذا؟ حرز. حرز؟ ولاش كيصلح هاد الحرز؟ دايرو على الشقيقة وبوزلهم. نخاف عليك نخاف عليك من الملوك اللي مكلفين بالحرز إلا مسيتي. ياك أبو حمامة ها؟ وليتي تتبع ملوكك ويخافوا منهم الناس. لا أنا ما كيبان ليا لا ملوك لا جواد. ياك ما مخزوني لداخل. شرايبة وماما لا زرب على صلاح لا بلاتي عليك. نشوفوا بعدا شنو كاين في هاد الحرز عاد نشوفوا شنو داك تشرب ولا لا. نفقيه نفقيه. حليمه ما كاين باس ما كاين باس. بغيت عبد الرحمن. ياك ما موت على هاد الحال. مو لاباس على هاد الساعه. بغيت عبد الرحمن. قولي يا حليمه بغيت نفقي. ما عيطتيني ما خليتيني نعيط ليه. صافي صافي عبد الرحمن نود ولدي تكلم نود. زيد زيد دغيا زيد طلقني 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 دغيا دغيا طلقني. صباح الخير نعمس. تنعمر الصداع كان فيه الخير. حمام ترودريك نعمس. المهم عبد الهادي بان ولا لا؟ ما بان ليه اثر العمس. المهم هاد الساعة طيت تحت يدي ندير فيها ما بغيت. عبد الهادي نعمس يلا تهنيتي منه بالحق. راه بقى لك عباس وعاشور. عباس نهربوا وعاشور لفدفد نقطع ليه الجناح. انا كيبان لي عباس
باغي يحكم طيط وماشي في مصلحتك يهرب وما يمكنش تلقص راحو ولا اش قول افضح راسك وعلى نتوبات حتى راست مولاي عبد الله تحلف على الكذوب وما لهاش فيها نعمس اش غادي ترى ليك قاع انا اللي جالس معاك دابا راه كنبات نحلف ونضل نحلف والحمد لله باقي لنا عشر نكتفوه بولد خوه المهم انا خصني الغرزه تكون مطحونه دير اللي بغيتي واخا نعمس الله يهنيك وحمامة مول الكتف بلا ما تمحنو تمح راسك قولي شنو كاين ولا انا غادي نريشك انت وحمامتك هاد الكصيبه هادي اللي عطاك عبد عباس شنو فيها؟ حتى هي في هذاك الشيء ها؟ زيد حرك حد تمشي يا عيال باب التوبه راه مفتوح الا بغيت تعاون معانا راه هذاك الشيء صح لك هو اللي كاين ولا شوف انت كتحن على هاد عبدوس وطيعو وهو باغي لك الموت علاش غادي يبغي لي الموت علاش هو نسولك حتى اللي كتعرفو انت هبلت كعياد انا عارفو ما يمسيش دقه المراه ايه وشكون غادي يبغي لك الموت من غيره شكون من غير كعياد انا كون بغيت لك الموت كون قتلتك حرز عليا حضر القاضي القاضي رانا اللي معيط عليه باش يشهد على كلامك شكون اللي قال شكون اللي قال اللي تقتل الحي عياد زيد باش ندى كلامي يا حباب الله ذنبي كبير ولا عرفتوه محال تسمعوا لي غرني الشيطان وزين لي في عيني وكاتب تحاكم البريجة انا متايم ونحلف على التوبة الله يغلبك على نفسك ويقبل توبتك قصور القصور هاد الهزاز باب التوبة مفتوح للعزاز قلوبهم صافية مرايا وفعيلهم شمار وركاز باب التوبة مقام عالي سعدات اللي بغني مفاز هو طريق الرضا والعلالي السالكين ما عليها حراز ما القصور غير القصور سهم النار تغززها تغزاز سهم النار تغززها تغزاز والضارو داير يدو فيه العدو قالك السلاح غادي يبقى في طيط حتى لهجموا البرتقيز نقدروا ندافعوا هذه غير اوامر ديال سيادو ما كاين لا طيط لا ندافعوا شكون اللي قال لك انت بلي راه دايرين يديهم على العدو المرسول اللي بين يدك سيدي عيط
هذا المرسول هذا غير النائب هو اللي كيفرض الشروط ديالو، كان خصو يوصل ليد عباس وينفذو، عاد نقدروا نقولوا باللي راه الهضره اللي قلتي عندك فيها الحق وباللي راهو ما دايرين ليدو مع العدو. عباس حسبنا عادي انا سيدي عياد حيت رولنا الحساب كله وزيد عليهم هذاك عبد الهادي وعبدوس. هذا مرسول ثاني يا سيدي عياد. لا ما باقي ما شمشو صافي وديتيهم وجيتي انا يا دادا انا كنت شادهم في يدي وتمرسوا لي وما عرفتو فين تلفو. كي شادهم بصح في يديك وردت معاهم بالك ما غادي تلفو. يلا ارجعي من هنا قلبي عليهم وما تويني وجهك حتى تجيبيهم في يدك. انا غنمشي حتى للجامع نقلب هاولي وحدي هاولي 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 ما قطع على خلاص تبقي يا ولدي. ما تقولش لي يا عثمان ما تقول لي حتى شي حاجه ما تقولها لي. دابا بعض المرات كيخونوا ميزان. سيدي عياد عارف اش كيدير عاشور وبينه وبينك عنده الحق. اش من حق؟ واش عندنا الحجه والدليل باش نفتحهم قدام الناس طيط كلهم اللي قعدنا منهم تربع وعندنا باش نديرهم في الخيشه ونجلسوا حنا نتفرجوا عليهم نضحكوا عليهم والشرع والحق معانا وعارفين عبدوس باللي هو راس الحي وكيفاش غادي نديروا نتفاهموا معاه ونديروا يدينا في يدين؟ راه هذه هي اللي ما فهمتش عثمان انا. هي ما تيقش سيدي عياد. عثمان شتي انا؟ راه نشك في راسي ولكن ما نشكش في بابا ولكن ما فهمتش. قول لي اش ما فهمتيش وانا نفهمك. اشنو نبقى نعاود؟ واش نبقى نعاود عثمان؟ قول لي غدا ان شاء الله ملي غادي تأدي الشهاده اش ناوي دير؟ ناوي نقلب على امي بالمال اللي عندي ونعتقها الا بغى الله. قول لي ولدي اللي بنا شي جامع بفلوس اليتامى عدو شي اجر؟ محالاش. واللي بغى يقلب على امو بفلوس ما ديالوش عدو الاجر؟ موسى سير عفا ولدي سبقنا قول للقاضي وشيخ الداري حيتسناوني شويه تما كاين عند الوالي. يلا جمعوا الناس كيزيدوا انتوما قدامنا.